السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع المعلومات الدينية القيمة الشيقة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. العنوان: هل تعلمون ما هي آخر كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيها الناس، موعدكم معي ليس في الدنيا، وإنما موعدي معكم عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. ثم قال: أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها اللي هم الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، من ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، الله الله في الصلاة. وقال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. وقال أيضا: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وقال: أيها الناس، أقرئوا مني السلام لكل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.